أكيد نرمين بأول فقراتنا. دائما نحن بيقولوا بالعيد مفروض نعطي فرصة جديدة بحياتنا لكل الأشخاص اللي صار بيننا وبينهم أي سوء تفاهم. بهذا العيد بتتقرب الناس من بعضها، بتزيد صلة الرحم. اليوم نحن مطلوب نحن نسأل عن كل حدا بخصنا، كان بعيد أو قريب، رفقاتنا، جيراننا، هدول الأشخاص اللي شاركونا الذاكرة وشاركونا الحارة الوحدة. أحيانا بصير شوية هيك مواقف وسوء فهم بيننا وبين كثير من الأشخاص، فبهذا اليوم شو نعمل؟ يعني منحاول نكون يعني مثل ما بنقولوا هيك نكون مرنين، نكبر قلبنا وعقلنا، وهو العيد فرصة لنكون إيجابيين. يعني هو فرحة، فنتخلص شوي من العادات السيئة إذا بدنا نقول، وننتقل لشيء إيجابي. أكيد نرمين، هذا الموضوع حنحكي عليه مع ضيفتنا لليوم مدربة المهارات الحياة سلوى عرنوس. بدك تسعدي صباحك. وانتي سلمى يا رب. حبيبتي وانتي بألف خير يا رب. صباح الخير واهلا وسهلا فيكي. عم نحكي عن العيد بطقوسه الحلوه وبعاداته، هو فرصه ايضا بعد شهر رمضان الكريم لنكون ايجابيين. صح. كيف هيك فينا نخلي للعيد بهي الظروف اللي احنا موجودين فيها نكهه خاصه شوي ترجعنا لايام زمان؟ تمام. الحلوه. تمام. هلا اول شيء عيد الفطر اجى بعد شهر رمضان، اللي هو 30 يوم الانسان بيكون عنده فرصه لحتى يراجع ذاته ويكون اكثر تسامح وأكثر طيبة. بس في أشخاص للأسف أنه حتى برمضان صار بعض المشاكل أو صار سوء تفاهم بينهم وبين حدا أو من قبل رمضان. العيد هو فرصة لنكسر الحاجز الجليدي اللي بيننا وبين أقربائنا بالدرجة الأولى أو الناس اللي بتخصنا، لأنه الأقرباء نحن ما فينا نستغني عنهم، ما فينا نلغي علاقتنا فيهم. فممكن يكون العيد فرصة بأنه أنا أبعت رسالة معايدة وشوف هذا الشخص بدون ما نفوت بعتابات، يعني أعطاني فرصة أنه أنا أكسر هالحاجز الجليدي وحافظ على هالعلاقات الطيبة، لأنه بالدرجة الأولى والأخيرة ما فيه الإنسان يعيش بدون أقرباء، وبيوصل لوقت بيحزن أنه هو عمل مشاحنات أو انفصالات بالعلاقات بالعائلة. لهيك حتكون هالعيد فرصة، لأنه مو معقول أنت إذا كان إليك قريب مختلفة معه وعايتي إليك اللي عم تعايديني، بالعكس هو حينبسط، وممكن نحن نرمم هالعلاقة بدون ما نفوت بعتابات وليش تزعلنا وهالقصة. فبيكون فرصة أنه نعيد مثل ما بيقولوا هالعلاقة لأصولها. بالنسبة كمان أنه لا ننسى أنه العيد هو فرصة لنكون متسامحين، فرصة لحتى نقرب علاقاتنا أكثر، فرصة لنعطي المعاني الحقيقية للعيد، لأنه العيد مو بس هو أنه نحن نجتمع ولا هو بس أنه نحن نطلع مشاوير، لكن لابد أنه نرسخ المعاني الحقيقية للعيد بأولادنا باللي حوالينا. يعني كمان نحن لازم نعلم أولادنا بهالفترة اللي نحن فيها أنه أنت لازم تزور بيت جدك، أنت لازم تستقبل بيت جدك. فهي الفكرة أنه أنا عم زور العم وعم زور الخال وعم يزور العمة بدون ما نحط مشاحنات، بدون ما نعطي آراءنا بالأشياء اللي ما منحبها، بالتالي أنا عم بزرع بابني مفهوم كتير مهم، أهمية صلة الرحم وضرورة التواصل مع الآخرين بشكل إيجابي. لهيك نحن حتى يفضل أنه ما نحكي خلافاتنا بالعائلات قدام أطفالنا لحتى ما نخلق جواتهم رفض كره، وبالتالي مثلا لما يشوفك عم تزوري يقلك مثلا مو على أساس نحن ما منحبهم، يعني بيتعرض لهيك موقف. فنحن حلو مهمة، لأنه كتير ضروري أنه نحن نخلق جوات هالولد محبة العيلة وصلة الرحم. لازم أربط، أعمل رابط ذهني عند الولد أنه العيد مرتبط بصلة الرحم، مرتبط بالكرم، لأنه شو ما كانت سفرة العيد حتى لو كانت تمر وقهوة بيكون كتير منيح. نحن بس عم نعلمه كيف نحن حلو نكرم، حلو نستقبل، حلو يكون عنا هالطاقة الحلوة اللي هي محبة. نقطة كتير مهمة اليوم أنه دائما نحن نرمين مفروض نفصل أولادنا عن أي مشكلة ممكن تصير معنا وعن أي حساسية بيني وبين أي شخص خارج عالم الطفولة. يعني صح. عم نشوف كتير اليوم أطفال عم يفوتوا بهدول المشاكل، عم خلينا نقول هيك بالعامية عم ينقلوا، عم يعرفوا الصورة كاملة شو عم بيصير. فكتير اليوم مفروض هدول اللي ننتبه، لأنه نحن بيصير الشخص لما بيكون في صراع مع الحياة ومضغوط، خلينا نقول نفسيا مضغوط، اجتماعيا عنده ضغط، فبيصير ما بيركز بالبيت وهي مشكلة. لازم اتذكر انه انا كأم وكأب في شغلات ممكن اندم عليها صلحها، لكن في شيء تصليحه مو سهل اللي هو الاولاد. يعني اذا قطعوا مرحلة وانا اثرت فيهم وبعمقهم
بمفاهيم معينة بصير صعب إني أعيدها. أنا كتير بدي كتير كيف بدي ربي ابني يحب أخواته ويكون عنده صلة الرحم وأنا عم بعمل شيء عكس المطلوب. فكتير ضروري إنه الموضوع ما له سهل، إنه ننتبه لشي خلينا نقول هرم عائلي، يعني اللي هو الجد والست الأخ الأخت، حتى لو أنت مختلفة مع أختك ابنك ما له ذنب لازم يكون مبسوط. كمان في شغلة أحيانا منفكر من الأدم، إنه قل له لابني لا تأخذ عيدية. طب أنا بالتالي عم علمه إنه عم علمه إنه مثلاً إنه لا، إنه هو مثلاً ما يقبل العطاء. لا، هو إذا حدا من القرايبين العيلة عطى عيدية ولازم ينبسط، ولازم أنا يعني إلفت نظره إنه هو مو بس إجا عايدك، هو كمان حب إنك تجيب شيء حلو لإلك. حلو كتير إني أزرع عنده هذا المفهوم، وأزرع عنده مفهوم إنه هو ينبسط إذا هو ضيف قهوة، هو ينبسط جاب كاسة مي. فأنا عم بزرع هاي المفاهيم اللي هي أحيانا تصرفات صغيرة ما منعرف قدي إلى أبعاد، إلى أبعاد إنه الولد يعرف إنه كتير مهم إكرام الضيف، كتير مهم إنه نوصل رحمنا، صحيح. كتير مهم إنه نحن نتقبل العطاء. في مفاهيم يعني هالعيد حلو نغسل قلبنا، ما نربط العيد بمثلاً مثلاً عيلة مثلاً فاقدة عزيز، عيلة إلى حدا مسافر، عيلة مثلاً عندها ظروف. هلأ بالعيد للأسف في ناس مثلاً ممكن يصير معها خلافات قبل العيد ويصير عندنا شرخ، مثلاً تلاقي إنه سيدة مثلاً حردت أو هي المشكلة قبل العيد. طب ليش هذا الموضوع كتير صعب؟ كيف بده يجي هو عايد بيت حما؟ كم حدا هو ما عاد يقدر يعايدهم؟ ليه نحن ما نستغل فرصة إنه جاي العيد نكون لطيفين مع بعض، نكون عنا هالمحبة؟ لأنه إذا ما نحن عن جد استفدنا من كل طاقة ما فينا نكون سعداء. تذكري إنه العيد جواتنا نحن كأطفال كان فرحة كتير كبيرة، صحيح. يعني كنا نستنى ننبسط بأبسط الأشياء. حلو نحافظ على هالطفل الداخلي اللي جواتنا هلأ ونحن كبار، ومو زنبن أولادنا بأي شيء، لازم فرحوا بأي شيء. يعني أنا إذا ما قدرت جيب له مثلا كل شيء، جيب له شغلة صغيرة بس حسسه أنه مبسوط، تيابه اللي عنده أنا زماني قدرانه لبسته، يعني حسسه أنه معلي لازم يفرح، لازم يحس أنه هو معين. هو ما ذنبه بأفكاري ولا ذنبه بظروفي، فنحن نزرع هالبهجة. وقدي حلو ننقل هالبهجة للي حوالينا، أكيد. يعني لما زور كون إيجابي مع الآخر. نعم. معاني العيد أيضا وطرق احتفالنا فيه اختلفت يعني شوي سلوى، حتى بطريقة المعايدة، بالتواصل، بترتيب الأولويات عنا، ولكن في خطوط أساسية لازم نحافظ عليها بهذا العيد ليكون له قيمته وبهجته. خلينا نضوي عليها أكثر. تمام. هلأ نحن يعني سبحان الله يعني على حسب الإنسان ظروفه بيحتفل، لكن كنا مثلا سفرة العيد تكون أشكال ألوان، وبتعرفي يعني كان حتى التجهيز للعيد وكعك العيد كنا نستمتع فيه ومعمول العيد. هلأ تماما مع التكلفة مثلا خلينا نكون يعني واقعيين، ممكن ملك مثلا قدر يعمل السفرة مثل العادة، لهيك منقول انه لو تمر، ما في بيت اكيد ما حط تمر، ما حط شغلة بسيطة. فالمرأة هي بتقدر تزين من أبسط الأشياء بس لحتى تنقل هالبهجة لأولادها بالدرجة الأولى. فبأبسط الأشياء أنت صنعي سعادة جواتك وصنعي سعادة ببيتك. يعني ما في إنسان حياته ماشية بخط واحد أو هي دائما رائعة، كلنا معرضين أنه نمر بظروف ونكون متضايقين، لكن هذا العيد هو حتى الاحتفال فيه هو يعني فرحته، يعني الناس اللي صامت وكانت عم تتعبد هو مثل مكافأة، وهو عيد لكل البلد. يعني كلنا بنجتمع بالعيد، كلنا بنفرح بالعيد بكل أنواعنا، بنفرح جدا بالعيد وبننبسط. فأنا بدي أعمل هذا الاحتفال البسيط اللي هو ضمن إمكانياتي. بس ما في ست بيت ما بترتب بيتها قبل العيد، ما في ست بيت ما بتحط سفرة عادية حلا حدسة بقدرتها، ما في، هي عاداتنا، يعني هي الشيء اللي صار جواتنا. ما في حدا تماما ما بيجهز تياب أولاده، ما في حدا ما بيفيق بكير، يعني حتى لما بيطلعوا على صلاة العيد وبيرجعوا كانت مثلا طقوس بالأول أنه نحن يكون في هدايا للأطفال بالعيد، يعني الصبح بكير يتوزع له هدايا وينبسط ويحتفل. إذا نحن لا ما عم نقدر نجيب له ألعاب تماما، في عادة نحن بس المصاري فنحن لازم نعمل أي شيء لفرح ابني، أي شيء. أنا يعني فيني أنا كسيدة أني أصنع أي شيء، أي فكرة فرحه فيها لحتى هو يشعر انه معيد. لو اخذته بعدين على الحديقه، على المراجيح العاديه، المهم انه هذا الطفل ياخذ فرصته بالعيد. الاحتفال خفت تفاصيله،
خلينا نقول ما عادت مثل الأول، لكن ما لازم ننهيها، بس يعني لازم نحافظ عليها. تمام لازم موجودة سعيدة. لو بي يعني مثل ما بيقولوا أضعف الإيمان أو أضعف الإيمان أبسط ما يمكن، وإذا مالي قدراني أحتفل هيك معناتها أنا أزعل وبالتالي ما عيش الجو. لازم عيش الجو شو ما كان، وكون مبسوطة وسعيدة وما أخجل شو ما أنا كنت حاطة ضمن قدراتي. أنا هي قدراتي، وأنا بالنهاية إنسان من حقي أني أشعر بهذا العيد، ما أخجل بالشيء اللي أنا عندي. لازم أكون سعيدة بكل الأحوال، لأنه السعادة هي قرار داخلي، ولازم أحتفل لأنه هذا العيد شو ما كان. في عالم مثلا بتلاقي بتزين بيتها، في عالم بتزين قدام باب بيتها، في عالم بتحط أضواء، كل واحد على حسب قدرته، بس لازم أعمل طقوس العيد، لأنها بتزرع وبتعمل رابط عند الطفل أنه بعد رمضان كان في احتفال، كان في بهجة، بيلعب. أكيد بالعيد ما حدا بيقول له لابنه قوم ادرس، أكيد بيستمتع، يعني هي لحالها الفرصة تبع العيد للطفل، يعني شغلة كتير كبيرة. بالإضافة أنه نحن نعمل زيارات، نحافظ على هالطقوس ضمن الإمكانيات، لكن ألا ننفي هذه الطقوس. يعني شفتي برمضان كنا دائما كل رمضان نجتمع العائلات، في كتير عالم لغت الفكرة بسبب الظروف، شو ما كانت لازم نضل عنا تواصل، وخاصة صلة الرحم. ذكرتي نقطة أنه الزيارات من زمان كنا متعودين أنه اليوم يعني العيلة بدها تفتل على كل حدا بتحبه، على القرابين، الجيران، رفقاتنا. صح. اليوم خفت هاي القصة، يعني صرنا نكتفي بمسج اتصال أو مسنجر، يعني بقت ورد كل عمتو بخير. هلأ دارجة القصة الجديدة أنه بيكتبوا الاسم مع الصورة. هدول القصص اللي كانوا يعني هنن خلينا نقول الذروة تبعت العيد، أنه اليوم أنا بتشوف مثلا عمتي خالي اللي هو يعني كنا ننتظر هذا اليوم كرمال يجوا، فكمان نحن فقدنا هاي القصة. اليوم هاي القصة يعني نحن ما فينا نلاقي لها حل، لأنه ظروف مثل ما قلتي، البعد، مواصلات، الظروف الاقتصادية، ولكن بنفقد لها عن جد، مشتاق لهي الأجواء. حكينا عن، ويمكن هاي من القصص الروحانية اللي بتعمل شيء داخلنا، حكينا عن الطقوس الإنسانية وهدول القصص. خلينا نروح للجانب الروحاني. اليوم أنا العيد شو ممكن يضيف لي، شو ممكن يعطي لداخلي؟ هلا بس بدي اضيف لك شغله، انه نحن بالعيد كنا نزور بعض، صرنا نبعث صور. التكنولوجيا والحضاره كانت فرصه انه نقرب الناس البعيده كثير ببلد ثانيه. صحيح ممكن صعوبه المواصلات مثل ما قلتي تخليني اني ما اقدر، لكن صله الرحم لابد اني زور، يعني قدر الامكان ما فينا، لانه بالعيد كانوا من زمان ينزلوا من صلاة العيد مباشرة، تلاقي جد من صلاة العيد عم يزور من ساعة الصبح. في اجتماع فطور العيلة كلها بالعيد، تقعد تفطر تجتمع كلها ياتا. يعني فإذا نحن خففنا كل هدول مو لدرجة بس تضل صورة. لهيك بتلاقي أغلب الناس بسبب هاي التطور التكنولوجيا، أغلب الناس دون استثناء عنده فقد عاطفي، لأنه اختفى الدعم العاطفي اللي نحن بحاجته. فلهيك نحن لازم ندعم بعض عاطفيا. للمفهوم الروحي بالدرجة الأولى للعيد، المفهوم الروحي أنه نحن عم يكون عنا تسامح، ما عم نوقف على سفاسف الأمور، وما بضلني زعلانة من حدا. لابد أنه يكون عندي التواصل الحقيقي إلى مفهوم صلة الرحم. المفهوم الروحي للعيد أنه هو مكافأتي. أنا إلي فترة كبيرة صايم، هلأ في الصبح وبفطر وبجتمع وبكون محبة. فبالدرجة الأولى هي تسامح وحب وعفو، وإلا كيف هو طول رمضان عم يطلب العفو من رب العالمين وعم يدعي، وبعدين بيجي بيخلي الأنا اللي عنده أكبر من إنه يتسامح. فمعناتها هو ما طلع من رمضان بالمكسب الروحي. المكسب الروحي إنه نحن نجدد أنفسنا من الداخل، ويكون عنا عن جد إيمان حقيقي إنه لازم نكون من داخلنا متسامحين، من داخلنا عنا بداية جديدة، عنا تفاؤل، عنا أمل. الأمل أساساً هو حتى نوع من العبادة، إنه أنت عندك يقين بأنه حياتك بتتغير للأفضل، مو هو فلسفة. يعني في ناس لما بتركني بتفاعل فكر إنه فلسفة، وأنت عايش، ففيك تعيش زعلان وفيك تعيش فرحان، والخيار عندك. فلازم نحاول قدر الإمكان نكون سعداء. نعم، يعني قديش حلو هي الكلمات اللي عم تحكيها، وقديش مهم نحن نحافظ طبقة عليها. طبقة هي صعوبة بالتطبيق، يعني صحيح. يعني لما نقول لواحد انه
انبسط، خليك مرتاح، انه ما في شيء لعمر الى اخره. بيقول لك ايه، لانه هي السعاده كبسه زر، لانه يعني حتى انه يكونوا شوي هيك بالتفاصيل اليوميه الحياتيه انه مرتاحين بيصعبوها على حالهم كثير. تغيير الحياه بشكل عام والانسان بيلاقي صعوبه بتغيير عاداته، بس اذا انت عرفتي انه هذا اليوم الوحيد اللي انت عايشه فيه لا قدر الله، بتعيشي تعيسه او سعيده؟ خلينا نعتبر كل يوم ممكن نعمل بهذا اليوم، ايش ممكن نعمل بهذا اليوم؟ نعم انه يعني غير حتى اكون زعلانه. ايه طيب، ذكرتي موضوع كثير مهم هو لمه العائله. ما بدنا نكبر كثير النطاق نوعا ما، نتيجه السفر يمكن او بالمحافظات الثانيه، الاسره نفسها اللي هي عدد افرادها قليل، حتى يعني هي لما عم تكون احيانا ما انا موجوده، في اشخاص بيحبوا يتاخروا بالنوم، في اشخاص بيروحوا مع رفقاتهم، قديش كيف فينا بهذا اليوم نحن، او شو التوقيت، او كيف فينا نخلق جو لنلم هي العائله الصغيره؟ يعني اول شيء اكيد بعد رمضان انه نفطر فطورنا الصبح مع بعض اقلها، يعني ما حعطله لابني انه يروح يلعب وينبسط وقول له اليوم انا بدي اجتمع. الفطور على الأقل، يعني على الأقل أنه نحن نفطر مع بعض، وأكيد المساء حنلتقى وأسأله أنه كيف قضى العيد وهالقصة. فبنرجع ونقول أنه في مايسترو بالبيت عم يجمع العيلة، لازم يركز على هذا الموضوع. يعني التكنولوجيا إن وجدت لتساعدنا، ما وجدت لتفصلنا. هاي النقطة كمان هيك الرفقات تواصلوا، يعزموا بعض، يا يعني نرمين بعد الهواء، يعزموا رسالة بعضهم على شيء. لازم ما حاج ما في عيدية منك، عزيمة فنجان قهوة بعد الهواء أكيد. يعني هاي التفاصيل قديش عن جد مهمة 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 كتير وبتعمل فرق. يعني خلص يعني عن جد هي اللي بتعمل بقى العيد، ما بدنا كتير بقى نرجع نكبر القصص. غالبا سعادتنا مرتبطة بالجانب العاطفي بحياتنا، وأهلنا وعيلتنا هن أهم جانب عاطفي بحياتنا. أكيد بأقل الطرق مثل ما قلتي والبساطة نحن ممكن نقدر نرجع نشعر بهذا الشعور، ويا رب نرجع نشعره لأنه عن جد اشتقنا. أكيد أكيد إن شاء الله، ودائما الله يحمي بلدنا وتكون دائما بخير. شكرا لك وصباحك خير على طول. كل عام وانتم بخير وانت بألف خير. شكرا كثير لك. أهلا حبيبي.